سيداتي سادتي، اهلا بيكم في الاسبوع الثاني من الشابو ليج. أنا النهاردة أول معانا النهاردة فريقين، فريق تونديلا اتكون من خالد، سيف، جوني، جورج، وشربيني، وفريق بي دي إف في أيمن، وأندي، مونتي، علي، ومازن. المباراة شكلها هتبقى خطيرة النهاردة. مباراة شيقة خاصة بعد الأداء اللي شفناه الأسبوع اللي فات، كان في لعيبة أبهرونا كتير، نتوقع منهم النهاردة أداء عالي إن شاء الله مرة تانية. زي اللعيب علي اللي أبهرنا الأسبوع اللي فات بأدائه، وهل جورج هيعوض عن النيجاتيف وان اللي جابه الأسبوع اللي فات ولا لأ؟ هو مش نيجاتيف فريق وان بي بس دي إف يبدأ. الأداء الجنرال. نعتذر طبعا على التكنيكال ديفيكولتيز مع الكاميرا، إن شاء الله تتجدد خلال الماتش. رمى جورج يلعبها طويلة لخالد، لكن مازن يطلع يقطع. كرة مع علي لعبها طويلة لكن تطلع طويلة جدا. تندلي واخد وقت كتير عشان يبدأ اللعبة تاني. تندلي نفسه مع الكرة، سيف، لكن أيمن، ولكن تطلع بره. غلطة كبيرة أوي كرة من سيف، خطيرة، ما ينفعش يعملوا غلطات كده في الدفاع. لكن فريق بي دي اف معرفش يمسك الخلطة ويجيب جول بسببها. يعني سيف خلطة بس يلعبها لخالد، خالد يلعب، سيف يلعب كرة طويلة لجوني، بس جوني ما عندوش بول كنترول أنا مش فاهم، أنا زي دي البولز جاية اللي مش لجوني عنده. إزاي؟ والله كريم جاي يهزر النهارده. مونتي يلعبها ورا لمازن في ضغط عليه، لعبها طويلة جوني يقطعها، جوني يلعبها جورج، لخالد، جورج خالد حي يشوط، قوي الباص. لكن مازن يعمل سيف. حلو الباص من جورج، فيجن حلو هناك. في بنالتي؟ لكن بيقولوا ان فيها بينالتي فاول. كابتن جورجينيو شكله هو اللي هيشوطها. عندنا جورج والنبي عشان الاف سي ال. كابتن جورجينيو يا ترى هيعوض على النيجاتيف وان اللي جابه الاسبوع اللي فات ويجيب حاجة الاسبوع ده؟ علي بيقول لمازن ما تقلقش، متأكدين جدا ان جورجينيو هيضيعها، لا، عشان خاطري ومش يا جورج، خايفين هما. خاطري. كابتن يخرب جورجينيو يشوطها في بيتك، العارضة يخرب تطلع بره. بيتك. كابتن جورجينيو يضيع بينالتي. فريق بي دي اف يلعب، كورة مع مونتي يعدي من هادي الأول ويعدي من التاني. كابتن مونتي ولكن لكن يقطعها تتقطع جوني. منه من جوني. جوني كالعادة وحش في الدفاع، ما شاء الله عليه. كورة مع أندي، لعيب أسطورة الإخوات قطعوها من بعض. جورج. شربيني لاحظ لعبها النهاردة إن هو طويلة بيلعب لجوني وينج لكن تطلع متقدم. بره، ديفليكشن. جورج يلعب على وينج دور متقدم النهاردة شوية، هل ده هينفع ولا لأ؟ نشوف. سيف يلعبها طويلة لخالد، خالد لكن ما عرفش يمسكها. أيمن يلعب كرة حلوة مع مونتي، ترجع تاني لأيمن والله تيك تاك. لعلي، لكن علي ضاع من عنه. فريق بي دي اف بيلعب لعب حلو النهارده. فريق بي دي اف مأدي حاليا اكتر من فريق تونديلا اللي ما عملش اي فرصه غير البينالتي اللي ضاعت. تقطع الكورة، دايما يرجع الكوره لمونتي، مونتي يلعبها، ايمن يلعبها طويله لعلي، علي على الوينج اليمين، ولكن جوني لكن كالعادة. جوني بوي بيورينا ان هو بطل بوي بامان. في بعبصة كتير بتحصل هناك، أنا مش شايف حاجة. كرة ترجع لسيف، شربيني لعبها لشربيني، شربيني يعطيها يلعبها لخالد. لخالد، خالد يلعبها حلو حلو، يعدي من الأول والتاني ويشوط لكن تطلع ورا. يا باشمهندس قلت لكم يا جدعان ركزوا معاه. خالد نشكره إنه ظبط لنا الكاميرا. يا كابتن خالد،
المازن يلعب الكرة لمونتي، عمل تبوس تاني، علي تضيع من علي تطلع بره، جورجينيو يلعب الاوت، خالد وفق كابتن خالد بس برضه تطلع بره، كورنر كيك ايمن شوت خوار. خالد يا بقى عالية لكن تضيع، بيعملها واحدة كونغ فو لا على اندي كرة لفريق تونديلا، عندي خبيث برضه عامل نفسه انه رايح ناحية تانية ولا كأنه ميسي. وعلي هو في الفريق التاني بس يعني ما عندوش كنترول. خالد يلعبها طويلة لشربيني لكن ما عرفش يلمسها صح، كرة تطلع اوت الفريق بي دي اف. ها 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 لاند مونتي بينهج، احنا لسه ما عندناش نص الشوط الاول يا مونتي. بص بص لك ازاي عايز يضربك يا مونتي، بيزو كبير اخذت الكرة يا مونتي، وسع يا مونتي. كرة على الوينج هو مع علي، علي يلعبها على ايمن لكن ترجع تاني تتقطع، كرة مع خالد، 1 في 1 خالد، اوبا خالد يعدي من مونتي يشوط لكن اندي يعمل سيف. هذا اندي في الجول، حلو سيف من اندي، سيف يطلع يديها هداية بس دي مش سيف الصراحة. كاميرا بوست تاني، كابتن خالد في الانفرادة، خالد في الانفرادة على اندي لكن تتشط العرضة. كابتن خالد مش جايب الشوط النهاردة، تالت كورة ضيعها انفرادة، مشكلة في الفينشن النهاردة خالد. كورة مع جوني بوي، لعبها الطويلة لخالد، استلامة جميلة من خالد، يلعبها تاني لجوني، جوني كابتن جوني يشوط وجول، حلو قوي الجول صراحة. تعال نشوف ريبلاي، هدف 1-0 جول كابتن جوني واسيست لخالد. شوف الريبلاي، نشوف جوني معاك الكورة، جوني بيلعبها كرة طويلة لخالد، خالد يستلمها بصدره، بص أول ما شاف السبيس يلف كده يجري على طول يلعبها لجوني، والجوني لقط السبيس زي ما انت قلت كده، جول مخدوم، جول مخدوم. ده اللي لازم يحصل، وعلي ومونتي الاتنين نايمين على طيازهم، محدش فيهم بيتراك باك. لعيب المهاجم لازم يشم السبيس كده، أول ما يشوفه على طول يروح. مع جورج ولا إيه؟ فريق بي دي اف يرجع يبدأ الماتش تاني. مونتي اللعبة الأيمن، لازم شكله عنده طاقة كتير النهاردة. مونتي بره الملعب، بشوف من مونتي بس بعيدة، مش ماله مش ماله. حلو كابتن جورجيني واقف في الجول، انت راح يعمل ايه؟ حلو الفاس من جورجينيو كالعادة، كرة شكلها مع سيف بس احنا منعرفش، بس ايمن شكله قطعها، شكلها اتقطعت، كرة تتلعب في النص، جوني 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 يقطع ولكن ايمن يقطع، لكن ايمن ياخدها تاني. ها شربيني تعدى منه ولكن صد من جورج، صد من كابتن جورجينيو، حسبتها انت من بدري ولا لا؟ ثانية كانت كاونتر اتاك ولكن يضيع على المرة الرابعة، مش طبيعي كابتن خالد النهاردة، مش طبيعي اللي بيحصل ده. حلو اوي كباس من خالد، كوبري من بن مازن، يظبط لنا الكورة تاني الكاميرا، شكرا. ترى ايه رأي مازن وشربيني اللي احنا بنصور الماتش ده؟
اعتقد عشان كده بيلعبوا زي الخر. واز الله ياه حلو قوي الهجمه في فريق بي دي اف تيكي تاكا من باشمهندس مونتي ومازن. يعني مونتي الناس كلها كانت فاكره ان هو هيشوط في الاخر، بس اداها باس تاني، ده حتى مازن ما فهمش ايه اللي حصل، فراح اداها بره الملعب وخلاص. لا مونتي، مونتي مور باسنج ما بيهزرش، مفيش اوبشن شوتينج ما عندوش في القاموس بتاعه. كرة نظن تطلع بره الملعب، توقف للأسف تحت الهجمة شوية رجعت أنا تاني أهو، للأسف. اجدني تطلع برا. للأسف رجع. حصل أي حاجة سجلها عندي؟ لا حصل الهجمة بتاعت مونتي ال 1 2 دي تيك تاك. اوه بأي سيفت سيف تحت حصلت؟ الايمن، كرة تقطع من سيف؟ سيف يعدي؟ سيف تقيل طول جدا على الكورة، بتطول ليه؟ طول رجع على خالد بيلعبها للشربيني، لا شربيني تصدر علي، وتتصدى من علي حلو قوي كلير برضه. جاي يرقص من ايمن، جاي لسه معاك كرة، الله لو يعمل جوني دولت كده لعبها للشربيني، شربيني لعبها لكن لاحظ. تطلع ورا، لاحظ عندي النهارده بيلعب في دور دفاعي جدا الصراحه، مش مش مكانه قوي، البوزيشن بتاعه. مش البوزيشن بتاعه خالص. يعني المفروض كان يتكلم كابتن معاه. مونتي جاي يورينا نفسه في الكاميرا وبينهج. لكن اندي بيلعب قدام شويه، كان ممكن نادي فريق بي دي اف يكون جاب جون. طبعا اندي ضغط عليه لعبها طويلة لمازن، مونتي مونتي لعبها لكن سيف يقطعها، سيف هل مع الكرة؟ خالد عادي مع الكرة اه حلو وعدي من قوي، مازن، هوبا كرة اوه جميلة من خالد حلو قوي، يعدي من علي من كمان واحد يلعبها جوه سيف رجلين، من جوه رجلين مونتي. لكن في العارضة، كرة خطيرة جدا من فريق تونديلا لكن بتطلع في العارضة. شوية ديسبلاي اوف سكيل من عند خالد، بس سيف ضيعها، هنعمل ايه بقى؟ كان هيكون جون خطير الصراحة. لعبها كرة بي دي اف ترجع لخالد، بتضيع خالد كور تاني، كتير. خالد تاني يعدي يلعبها تاني لسيف لكن سيف ما عندوش بول كنترول. كابتن منتصر شايف من الأسبوع اللي فات عنده مشاكل في البول كنترول، ولا ممكن أسبوع بس، بس الظاهر لأ. الظاهر ان هو كمان ما عندوش بول زي بول زي كرة مع علي ارجع لمونتي فريق بي دي اوكي اف ماسك الكرة وبيلعب بهدوء. تخيل لو صوتي مش بيتسجل. لا لا بتسجل الحمد لله شغال، ومازن يشوط شوطة لكن ما اعرفش ليه مون جيورجينيو يعني جورج دام كورنر ببلاش. امونج اس مومنت كده شوية امبوستر. كورنر يتلعب لكن اللي بيلعب كورنر ده شكله عنده مشاكل في النظر. ايمن يدي لونج باس لمونتي، حلو قوي الكنترول بقى فروم مونتي، بس طلعت بره. جوني، جوني لعب تاني عنده الأيمن، أيمن ميزه يلعبها حلوه قوي في لمازن اللعب، علي يطلع لكن سيف يقطع، سيف يعدي من الأول ولعب الكرة لخالد، خالد يلعبها تاني لسيف والهدف التاني لا لا بره نتيجة بره هتتهري بره الأنجل، بس بس بقى. الأنجل بس شباب سيف يلعب الكورنر سيف من الايمن، خش علي، علي يعدي من ما عديش من جوني، جوني ما قد النهارده جول وصخرة في الدفاع يلعبها لخالد، حلو الباس. اوه حلو الباس اوه لكن جوني جوني، يجيب جول من غير أي أسيست. لا جوني صح؟ النهارده اداء عايزين ريبلاي كده للجول إن جامد. شاء الله، تعال تشوف الريبلاي كده، لا ريبلاي من قبلها شوية بس، هل دي تتحسب سيف لكابتن أيمن ولا لأ؟ لا
لا ما انا قلت كده برضه، بس ان هو اسيش اسيست لاي حد، جوني يجيب جول من غير اي اسيست. كنت عايز اقول من بدري ان جوني عنده ميزه كبيره قوي في لعبه الصراحه. اوبا جزء بص كبير. ده كده غير التيز، ان هو جوني مع الكوره زي الكلب كده فاهم، بيشوف الكوره بيجري عليها على طول عايز ياخدها، ودي حاجه كويسه قوي يعني خاصه ان هو اللي هو بيلعب في الدفاع، اي واحد يشوف معاه الكوره نوع خلاص كلب دوب. بيدخل عليه عايز يفشخه. برافو كابتن جوني برافو. كرة مع ايمن مونتي واقف في الجول حاليا، تتقطع تاني جورجينيو اوبا سيف، لكن مازن يطلعها بره، ترجع ورا لشربيني، لكن ايمن يقطع الكرة مع علي، لكن خالد عنده سرعة مش طبيعية ويعدي كوبري من علي فعلي وحشة صراحة. ويعدي كمان من كده، وكرة طويلة لخالد، حلو قوي. لكن اوه على عرضة، مونتي يعمل كابتن، مونتي يعمل سيف حلو قوي الباس من سيف والله، لعبة مخدومة قوي حلو كابتن، قوي. هسيف لمونتي دي صح؟ جورج يحاول يعرض بس بره الملعب. كابتن عندي تقدم شوية يا اخوه ابني، ها النهارده، اخوه النهارده مأدي، لكن هو مش عامل حاجه، عشان بيلعبوا ورا مش مكانه. بتاع جورجينيو طلعها بره، علي يلعب كورنر، عبا الكرة مونتي ترجع باين، لخالد، مونتي معاك كورة لكن بكل مونتي هدوء. يصحى شوية، عندي مونتي بتيزو بقى ده باص سد ولكن الشوط تاني. جورج يتمنى الكورة. برافو لكن جوني يطلع يمسك الكرة، جوني يلعبها لسيف، تتقطع منه لكن سيف ياخدها تاني، الكرة حاليا نازلة وأيمن في نص برجليه الملعب. الطويلة وتمرين الجيش يقطع الكرة من سيف. كابتن مونتي مطنش الملعب، جاي يبص على الكاميرا، سمعنا نفسه وهو بينهج، اوف طويلة ارباع الكرة، لخالد، خالد يعدي من مازن ويشوط، لكن في ال... لكن بره. الحالة كويسة. فات مازن يلعبها لأيمن، مازن اشول ولا ايمن؟ انا مش عارف فرق، شكله بيلعب بالجيف الاثنين. ولا أنا الصراحة لو فعلا دي موهبة كويسة أوي إنه يكون عنده منها. لعبت الأمبيدكستراس، جورج برضه كورة مش على فكرة عارفين مع مين الصراحة، جورج بيلعب زي الخرب لجليل اتنين أمبيدكتس برضه. خالد يستريمها بطارو، لكن كرة مع سيف وأيمن ياخدها تاني، رجع الكرة لحارس المرمى فريق تندلا عم شكله ماجور لعب نص مونتي، الملعب، نص الملعب بتاع بي دي اف شكله عامل أداء. لكنهم خسرانين 2-0. فريق جورجينيو ديال سيف حلو. سيف لخالد، عندي كونتر قطع اتاك عندي، لكن خالد بس انا بالسبيد حلو. بتاعه قطع، ولا دي اسيف لجوني، انا شايفها خالد قطع، تعال بص خالد قطع. خالد قطع كورنر كيك البي دي اف، دي اف يلعبها كرة ترجع لمازن، مازن يشوط ورا، لا شاطر في اللعب الكورنر. شوف بيني عمال يتزحلق. كورنر تاني، مازن تاني مازن تاني اديها لسيف قصدي لأيمن وجول، جول 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 وهدف لفريق بي دي اف، يخلي النتيجة 2-1 لصالح تونديلا.
كابتن جورجينيو. شوف لو موقفين اللعب، عايزين نشوف الكاميرا ولا ايه؟ ايمن موقفين اللعب، كابتن ايمن بيورينا نفسه وهو في الكاميرا. اتاكد ان الكاميرا مظبوطه الحمد لله. جورجينيو باص الكرة لسيف، لعب الطويلة شربين جوني حلو أوي. جوني بوي جوني بوي، لكن هو جوني انت بتشوط في وش السيف وبعدين تقول ممكن تجيبها الباص عادي يعني. وبش خالد، لا مش خالد، ولا مين؟ حلو الباص ايوه مقرب خالد، ليك انك تديها. خالد يلعبها لجورجينيا، نرجع مع الكورة جورجينيا يلعبها لسيف، سيف شكلها. يعدي من عندي ويشوط وجول، اوه جول لسيف واسيست الكابتن جورجينيا. خلاص شيلوا البارينا شيلوا تيزو، فممكن نديله ماينس 1 عشان شيلوا الاسيست خلاص مفيش اسيست. حلو الجول مخدوم كويس. انا اشوف ريبلاي. خلي دي كورة جورج النتيجة حاليا 3-1 لفريق تونديلا. بص حواليه ويدي الكورة سليم. بيلعبها لسيف، وسيف يعمل فيك كده ويقوم معدي من عندي ويشوط. حلو 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 الجول. سكيب سكيب كده، نتيجة 3-1 لفريق تونديلا. عندي يقف جول تاني. فريق بي دي اف النهارده تيكي تاكا بيلعبوا لعبة حلوة بس للأسف مش عارفين تيكي تاكا، لكن ما عندهمش الشوطة، لأن فريق تونديلا كل اللي عملوه كانت سيف واحدة بس في هذه المباراة. عشان كده قلت لازم عندي يكون قدام. عندي بيخلق هجمات دي، بيخلق اوبورتونيتيز للتيميتس بتاعته. جوني طوح الكرة بعيد، يا كرة خالد مع خالد، خالد وشوط، لكن اندي والسيف جميلة جدا من اندي السيف. وجورجينيو قدي فاول، انه بيشيل الواد بيلف بيه، كرياتيف فاول، فاول تكتيكي حلو من جورج. لا اصلا هناك المفروض المفروض ياخد عليه انه كارت اصفر، بس مفيش كروت تقريبا صفر في فانتسي شابو ليج. كرة مع خالد، لكن ترجع تاني لخالد، لعبها لعلي قطعة جورج جميلة جدا. واقف مكان غلط. كرة مع أيمن، أيمن يلعبها لعلي، علي شوت لكن بره، حلو أوي الشوطة بره وعالي. خسارة شوت فوق جول يعني، خسارة. محاولة جميلة من فريق بي دي اف لكن تطلع فوق المرمى. خالد يلعبها لجورجينيا، جورجينيا وجورج يقص يدي. جورجينيا بيشوط لكن اوه شكله شاط الكاميرا. ياه كابتن تونديلا النهاردة ظبطنا يا مونت يعني النبي، يا مونت ظبطنا. ما زال عامل أداء أحسن من المباراة الأسبوع اللي فات اللي كان طالع بنيجاتيف 1، لكن ما زال ضيع بينالتي النهاردة. أوه. كاميرا بوست تاني، كاميرا واحنا شكلها الكاميرا انجل باظ على الاخر، والشوط الاول يخلص الاول بنتيجة يخلص 3-1 لفريق تونديلا. وقف ريكوردينج بقى.